بسم الله الرحمن الرحيم إذن آخر فقرة في الامتحان نتاع 2018 الدورة العادية فقرة نتاع الميكانيك إذن في الميكانيك كانو جوج ديال الأجزاء مستقلة الجزء الأول عنده علاقة بدراسة حركة السقوط الرأسي لكرية في سائل لازج قروا المعطيات إذن لتحديد بعض مميزات حركة السقوط كرة في سائل لازج ننجز التجربة التالية نملأ أنبوبًا مدرجًا بسائل لزج وشفاف كتلته. الحجم يارو ثم نحرر داخله بدون سرعة بدئية كرية متجانسة كتلتها ام كتساوي جوج في عشرة ناقص زوج كيلوغرام وحجمها في ومركز قصورها جي ندرس حركة مركز قصور جي في المعلم او جي مرتبط بمرجع ارضي نعتبره غاليا نمعلم موضع جي عند لحظة تي بالارتوب إيكغيك على المحور او إيكغيك رأسي وموجه نحو الأسفل انظر الشكل رقم واحد إذن هاد المعطيات كاملة اللي ذكرناها هنايا راه متواجدة على هذا الشكل نعتبر أن موضع جي منطبق مع أصل المحور أو عند اللحظة تي تساوي صفر، إذن عند اللحظة تي تساوي صفر الكرية كانت هنا، ها هي كتلاحظوا ديالنا بخطوط متقطعة عند اللحظات تساوي ثم تتحرك داخل هذا السائل اللازج، آه نعتبر أن دفعة أرخامة اف أ غير مهملة، إذن جرتها في القوى بالنسبة لباقي القوى المطبقة على الكرية، ننمذج. آه قوى الاحتكاك، ننمذج قوى الاحتكاك التي يطبقها السائل على الكرية اثناء حركتها بقوة F متجهة تساوي ناقص ك فوى مركز قوس جي متجهة كذلك، حيث في جي متجهة سرعة جي عند لحظة تي وك معامل ثابت موجب. نذكر أن شدة دافعة الأرخميدس تساوي شدة وزن السائل المزاح اف اكتساوي روف في جي. إذن هذه المعطيات بالنسبة لدافعة الأرخميدس ما كاتكونش دائماً. إذن في الامتحان ديال السنة الماضية عطاونا الشدة ولكن حنا خصنا نكونو عارفينها حيث الجي تمثل شدة الثقيلة لتحديد قيمة السرعة اللحظية لمركز قصر الكورية نستعمل كاميرا رقمية وعدة وعدة معلوماتية ملائمة نحصل بعد معالجة المعطيات التجريبية على منحنى الشكل رقم زوج الذي يمثل تغيرات السرعة في جي بدالة الزمن إذن في بدالة الزمن دالة إكسبونسيال السؤال الأول بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن المعادلة التفاضلية حركة جي تكتب على الشكل التالي دي دو في سور دي تي زائد واحد على طو في جي تساوي أ محددا تعبير الزمن المميز طو بدالة ك و إم إذا طو بدالة ك و إم وتعبير ثابت أ بدالة جي و إم و رو و في إذا أول حاجة نحاولو نكتبوا إذا هذا السؤال الأول نحاولو نكتبوا العلاقة اللي بغينا نتوصل لها إذا المعادلة التفاضلية نتاع السرعة إذا غادي نقولو باغي نتوصلو حنا d دو في سور دي تي واحد هنا زائد واحد على طو فوا في اتونسيون فين ديو هكا باش تخلطناش مع الحجم اذن هادي سي لا فيتاس تساوي ا نحاولو نبحتو عليها اذن باش نبينو المعادلة التفاضلية باش نبينو المعادلة التفاضلية اذن الطريقة بحال ديال الدرس اذن اول حاجة يجب جرد قوى، إذا هذه الحاجة الأولى نحدد المجموعة المدروسة، إذا المجموعة المدروسة هي الكرية، غادي نقولها الكرية تخضع للقوى التالية، إذا P وزنها، إف قوى الإحتكاك، واللي التعبير ديالها راه متواجد. قوى الاحتكاك بقات لنا تذكروا بها قالوا غير مهمله اف ا دافعة الخامس دونك اين فوا القوى دائما نمشيو نمثلو على الشكل ديالنا اذا الكورية في لحظه معينه كتوجد هنا اذا الوزن كما كنعرفوا دائما بين حول الاسفل وراسيه اذا في هذا الدرس هذا جميع القوى راسيه بالنسبه لقوه الاحتكاك إذا الحركه راه نحو الاسفل اذا هي تعاكس, تعاكس من تعاكس منحه الحركه هذه قوه الاحتكاك وبالنسبه لشده الدفعات ارخميدس كذلك عندها نفس الاتجاه ونفس المنحى نتاع اف اذا هذه شده الدفعات ارخميدس علاش شنو غادي نديرو نطبق القانون الثاني لنيوتن القانون الثاني ل نيوتن شنو كيقول القانون الثاني نيوتن مجموع القوى يساوي ام ا اذا بي زائد اف ا زائد اف تساوي ام ا اذا العلاقه المتجهه دائما باش تولي الاعداد نمر الى الاسقاط اذا نقول الاسقاط على المحور اللي سموه او جي إذا كنلاحظو الآن بأن بي عندها نفس المنحة ومتوازية مع المحور إذا بي تبقى بي. إف أو F عندهم منحيين متعاكسان مع المحور نتاع الإسقاط عندهم متوازيين معه ولكن منحيين متعاكسا. إذا ناقص F أ ناقص F تساوي M أ أ عندها نفس المنحة نتاع الحركة الآن خصنا من نعوضو الآن بالشدات أتونسيون خصنا منخطأوش إذا بي تساوي ماذا تساوي M في جي ناقص اف ا عطاونا التعبير ديالها تساوي رو وأتونسيو اتونسيو في كبيرة سي الحجم رو في جي ناقص اف التعبير ديالها تساوي ك فوا نديرو هاكا في صغيرة هي السرعة تساوي ام اذا حنا بما اننا باغيين نقلبو على المعادلة التفاضلية تاع السرعة اذا ا بالعلاقة ديالها اللي هي دي دو في سيغ دي تي وهنا خصنا منديروش واحد الخطا بالنسبة لشدة قوى الاحتكاك غادي نرجع لاحظوا الان بالنسبة للتعبير اللي راهم عاطينه لنا اف متجه كتساوي ناقص ك في جي بالمتجهات اذا بعض التلاميذ يديروا خطا كيشوفوا هنا ناقص في الاسقاط وكيشوفوا هنا ناقص في العلاقه نتاع المتجه وكيديروا ناقص مع ناقص زائد اتونسيون هذه الان الاسقاط عندنا الشدات اذا التعبير نتاع الشده هي المنظم تاع هذه والمنظم بالنسبه للمتجه بحال القيمه المطلقه بالنسبه للاعداد يعني الا بغينا نخرجوا المنظم ديال هذه هي ك في في المنظم اف هو ك في في صافي المنظم دائما موجب بحالو بحال القيمه المطلقه للعدد بحال اللي عندك القيمه المطلقه الناقص خمسة، غتقول خمسة اذا المنظم نتاع اف نحيدو الناقص كاف في في نحيدو المتجه صافي اذا هنا حنا ناقص ماذا ناقص المنظم اللي هو الشده وليس المتجه اذا ما كاينش مشكل ما كيش خطا اذا ان وصلوا هنايا الان الان خصنا دائما من نوصل هذه العلاقه هذه ما المتجهات نحاولوا نشوف الشكل اللي بغينا باش نحاولوا نحصلوا عليه يعني كتلاحظوا دي دو في سي دي تي ما حداهاش المعامل وحدها اي معامل اذا اول حاجه شنو خصنا نديرو نقسمو على ام صافي اذا غادي نجيو نقسمو على ام تولي لنا ام جي على ام شات الام رو في جي مقسوم على ام ناقص ك مقسوم على ام فوا في تساوي ماذا دي دو في سي دي تي هذه الملاحظه الاولى الملاحظه الثانيه في العلاقة اللي بغينا نبينو عندنا واحد زوج ثلاثة عندنا ثلاثة نتاع المقادير وهنا كنلاحظو عندنا واحد زوج ثلاثة أربعة إذا إيه خصنا نردهم تلاتة باش نردهم تلاتة كنلاحظو عندنا نقدرو ما بين هذه وهذه إذن إلا عملنا ما بين هذه وهذه تولي لنا عامل لواحد ناقص رو في أطنسو. هذا الحجم كما كنقول دائما رو في مقسومة على إم تساوي ناقص ك على إم السرعة في تساوي دي دو في يدي عندنا الان ثلاثه ديال المقادير ثلاثه ديال المقادير كنلاحظوا بان المقدار اللي فيه دي دو في سور دي تي جاي حدا المقدار باردون المقدار اللي فيه دي دو في سور دي تي جاي حدا المقدار اللي فيه السرعه شنو غادي ندير الان غادي نحاول هذا نجيب وحده هذا اذا تولي لنا الان جي واحد ناقص رو في على ام تساوي ك ولات الاشاره ديالها موجبه بطبيعه الحال ك على ام في زائد دي دو في سور دي تي صافي الان يمكن لي نقارن اذا هو التعبير الان اللي توصلنا له الا قارنا هاد التعبير الان مع مع اللي بغينا نتوصلوا له شنو كنلاحظوا دي دو في سي دي تي حداها معامل واحد مزيان في في حداها كاسور ان الا قارناها مع العلاقه اللي بغينا نبينوها ان سور إذن اذا شنو غادي نقولوا ان سور طو العلاقه اللي عطاونا ان سور تساوي ماذا بالنسبه للعلاقه ديالنا تساوي كاسور ان وهذا ا ثابته هي هذه إذن الثابتة هي إذا إذن أ تساوي جي عامل واحد ناقص رو الحجم في مقسومة على أم إذن أو بتعبير آخر الآن أخيرا إذن التعبير نتاع أ غادي يبقى غير هو جي واحد ناقص رو في سير أم وهنا عندنا أن سير طو كتساوي كا سير أم يعني طو تساوي ماذا؟ تساوي المقلوب ديال هذه يعني طو تساوي أم سير, سير كا واضح؟ إذا الآن استطعنا نجاوبو على هاد السؤال هذا نواصل حدد مبيانيا قيمة كل من السرعة في ليميت و تانياً ثانيا إذا سهلة اذن في ليميت تساوي ماذا في ليميت هي السرعة الحدية لا ليميت إذا السرعة الحدية نزيد هنا نجي هنا نجي هنا نبارك فاصلة خمسة إذا ما فيهاش التقريب هادي ماشي بابي ميليمتري هنا يعني عندنا المربعات إذا القيمة مباشرة صفر فاصلة خمسة متر سيكوند موان دايما الوحدات وا قالوا لنا طو اذا طو بحال الكهرباء طو ان المقارب الافقي المقارب الافقي التقاطع ديال المماس في هذه النقطه هذه اذا نسقط هذه النقطه غتجينا هنا كنحداو راسنا عندنا 36 و36 غادي نزيدوا لها 36 مقسومه على 2 جينا كل مربع هي 36 مقسومه على 2 اذا 36 الا زدنا لها النصف ديالها بطبيعه الحال غتخرج لنا هي ط هي 54 54 دائما الوحده تاع طونسيون لا ما نخطوش السؤال رقم ثلاثة، أوجد قيمة كل من المعامل ك والثابتة أ، قيمة كل من المعامل ك والثابتة ثابتة، أ، إذن الآن غادي نشوفوا واش المقادير اللي بيناهم من قبل، نقدروا نحسبوا بهم أو لا لا، نمشيو لقيمة قيمة ك، نبداو بك، ثالثاً ك، إذا العلاقة اللي فيها ك لقينا بأن طو تساوي إم سيور ك، إذن عندنا تساوي إم سيور ك. واش يمكن لي نستنتج من هنايا القيمه ديال ك الجواب نعم اذا ك ك تساوي ماذا تساوي ام سور طو تطبيق عددي الان اذا ك تساوي اذا القيمه نتاع ام كاينه في التمرين القيمه نتاع ام كاينه في التمرين اذا انا سجلتها هنايا اذا ام كتساوي جوج في 10 اس ناقص جوج كيلوغرام راه محوله للوحده العالميه جوج في 10 اس ناقص جوج اذا عندنا جوج في 10 اس ناقص جوج مقسوم على طو طو عاد كي لقيناها ربعة و ميلي سيكوند اتونسيون ديس موان تروا تساوي صفر فاصلة سبعة و ثلاثين و عندنا الكيلوغرام على السيكوند كيلوغرام على السيكوند اذا هذا بالنسبة ل آه بالنسبة لي كا الان نمشيو لطو اذا قالولنا لنا قالولنا حسب وكذلك الثابتة ثابتة, ثابتة. اذا الثابته أ آه شنو كنلاحظوا الان آه الى مشينا للتعبير نتاع ا آه كتساوي جي واحد ناقص رو في سور ام آه ما عطاوناش الحجم واخا عندنا الكتله ما عندناش رو وما عندناش في, في اذا ما يمكنليش الان نستعمل هذه العلاقه هذه باش نقدر نحسب الثابته ا آه. الان خصني نقلب على حل اخر باش نقلب على حل اخر دائما دائما نحاولوا نستغلوا المعادله التفاضليه ديالنا اذا نمشي للمعادله التفاضليه ديالنا هنا هنايا هنا كما كتلاحظوا عندنا ال اذا كتبنا هادي عند النهايه لا ليميت اد في في ليميت يعني في اللحظه هادي لانفيني شنو كنلاحظوا في لا ليميت كنلاحظوا بان في كونستانت اذا الا كانت في كونستانت ما يمكن ان نقول عندي دو في سور دي تي صافي تساوي صفر اذا غادي نجي نقولوا في النظام في النظام الدائم عندنا في كتولي تساوي في ليميت تساوي ماذا تساوي كونستانت هذا يعني بان دي دو في ليميت سور دي تي تساوي ماذا تساوي صفر اذا الى عوضنا في المعادله التفاضليه اذا هذه مشات صفر هذه واحد على طو في ليميت تساوي اذا تولي لنا واحد على طو في ليميت تساوي ا صافي اذا من هنا يمكن لي نكتب الان يعني ب... 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 ندير تطبيق عادي فقط اذا اذا ا آه تساوي في ليميت عاد حددناها صفر فاصلة خمسة مقسومة على طو تساوي ربعة وخمسين في عشرة أس ناقص ثلاثة إذا بطبيعة الحال غادي نلقاو إلا درنا هاد التطبيق العددي هذا غادي نلقاو تسعة فاصلة ستة وعشرين وما ننسوش دائما الوحدات 26 متر سكوند مون دو طيب إذن هكذا نكونوا جاوبنا كذلك على السؤال رقم 3 نمشيو نواصلوا في الاسئله السؤال رقم 4 تكتب المعادله التفاضليه لحركه جي عدديا اذن عدديا يعني داك التعبير ديال ال لقيناه والتعبير نتاع طول غير داك دارهم الحساب كامل لنا التعبير العددي احسب القيمه التقريبيه لكل من التسارع 3 والتسارع فيرب باعتماد طريقة أولير إذا نشوف الآن المعطيات المتوفرة على طريقة أولير إذن طلبوا منا أ أولا طلبوا منا طلبوا منا أ إذا حنا دائما ملي كنبغيو نجبدو المعادلة التفاضلية ملي كنبغيو نلقاو المعادلة ملي كنبغيو باردون نلقاو التسارع دائما نلتجئو للمعادلة التفاضلية إذا هذه المعادلة التفاضلية راه معطيها لنا هنا هذه المعادلة التفاضلية اللي كاينة في المعطيات عدديا أين يتواجد أ في دي دو في سور ديت الى غادي نقولوا دي دو في سور ديت تشتا هي هي ا ونديروا اي يعني في اي لحظه بغينا دي دو في سور ديت هي ا في واحد اللحظه تساوي ماذا تساوي 9.26 ناقص 18.52 في اي اذا اي, إي. صافي اذا حنا بغينا في السؤال ا3 ا3 تساوي 9.26 ناقص 18.52 في 3 إي إي 3 3 نمشيو للمعطيات نشوفو واش في ثلاثة ولا كايناش الجواب نعم، إذن هي أ 3 بالنسبة السرعة ديالها هي- هي في ثلاثة. إذن غادي أ تساوي تسعة ناقص 18.52 في في ثلاثة اللي هي مية وستة غادي نلقاو تساوي أه تقريبا ستة متر. سيكوند موان دو اللي يمكن لي نكتبوها هي ستة فاصلة تلاتة وتسعين متر سيكوند موان المطلوب في ربعة وكذلك السرعة في ربعة إذن باش نلقاو القيمة نتاع في ربعة الآن خصنا نكتبو العلاقة نتاع أولار شنو كيقول أولار كيقول بلا في إي شنو كتساوي كتساوي في إي موان زا اللي قبلها زائد أ إي موان فوا خطوة الحساب اللي هي دلتا تي إذن هذه العلاقة تاع ستكون تكون محفوظة، إذن حنايا بغينا في أربعة، إذن غادي نقول في أربعة تساوي في اللي قبلها ثلاثة، زائد التسارع كذلك اللي قبلها أ، آه. ثلاثة، مضروبة في دلتا تي اللي هو خطوة الحساب، تطبيق عددي، في أربعة تساوي، إذن في ثلاثة هاهي ديجا خدمناها، في ثلاثة صير فاصلة 126، فاصلة زائد أ آه ثلاثة هي اللي حسبناها الآن هنا. ستة فاصله تلاته وتسعين خطوة الحساب باش نلقاوها نديرو واحد المده ناقص واحد المده متابعين اذن 002 زيرو دو كانز ولا زيرو زيرو فانت خانك موان دو المهم ديال النقط متابعين مثلا هادي ناقص هادي اذن مضروبه صفر فاصله صفر ناقص صفر فاصله صفر 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 في تساوي تطبيق عددي غادي نلقاو تقريبا صفر فاصلة ستاش متر بار سكوند صفر فاصلة ستاش دايما لي لقاو القيمة ديالنا نحاول نشوف واش صحيحة ولا مش صحيحة نأثروها هنا إذا هنا عندنا صفر فاصلة ستاش إذا الجواب صحيح تناش ستاش تسعتاش يعني الجواب راه صحيح نمشيو الآن للجزء الثاني إذا الجزء الثاني عنده علاقة بالمتذبذبات والنواس المرن الأفقي إذا نقارن معطيات إذن ننمذج جزءا من آلة ميكانيكية مجموعة من التلبية أفقية تتكون من جسم الأس مركزه الجي وكتلة أم مثبتة بطرف نابض أفقي لفاته غير متصلة وكتلته مملة وصلابته ك 35 نيوتن بار متر الطرف الآخر للنابض مثبت بحامل نزيح الجسم أس عن موضع توازنه بالمسافة إكس أم ثم نحرره بدون صورة بدئية فيتذبذب بدون احتكاك فوق مستوى أفقي تتم دراسة حركة المركز الجي في أي مرتبط بمرجع أرضي دائما غاليلي للانتباه ينطبق الجمع التوازن عند اللحظه الطيبه تساوي صفر يعني اصل المعركه، إذا نحاول نسجل الآن قيمة تاع ك هنا ثابتة الصلابة ك، احتاجيناها ك تساوي 35 نيوتن متر موانزه. نمشيو الآن للبقية، نلمع لمو موضع جي في المعلوم عند اللحظة الطيبه إكس، ننظر الشكل رقم ثلاثة، إنه هو نختار موضع جي عند التوازن إكس زائد نرجع لطاقة الوضع المرينة تكتب معادله تفاضليه باردون المعادلة الزمنية اللي هي الحل تاع المعادله التفاضليه على شكل اكس يساوي اكس ام كوس دو بي سيغ تي زيرو تي بلس في يمثل منحنى الشكل رقم 4 تغيرات الافصول اكس بداله الزمن صافي اه هو اكس داله جيبيه كوسينس حدد قيم كل من اكس ام تي زيرو و في هذا سؤال سهل جدا اذا اكس ام اكس ام هو اكس ام هو اكس ماكس اذا اكس ماكس كاع حنا نديرها اكس ماكس هي الوسع اذا هي 6 مع الوحدة راه ستة سنتي سنتيمتر هو الوسع هو تي زيرو تي زيرو أتونسيون تي زيرو قيمة القصوى القيمة السوية زيرو فيرجيل سانك مدى سيكوند سا الوحدات زيرو فيرجيل سانك سيكوند سا الآن باش نلقاو فيه كنلتجؤو للشروط البدئية إذا باش نلقاو فيه كنلتجؤو للشروط البدئية إذا ما معنى الشروط البدئية غادي نقولو لدينا إكس في اللحظة تي تساوي صفر إكس في اللحظة تي تساوي صفر شحال كتساوي كتساوي ستة أو ستة هي ماذا هي إكس أم إذن تساوي إكس أم وإلا مشينا الآن نعوضو بتي تساوي صفر في الحل ديالنا إكس في اللحظة تي تساوي صفر إلا عوضناها باللحظة في الحل ديالنا غادي نلقاو تساوي إكس أم كوس إذن غادي يمشي هدا دو بي سير تي فوا تي زيرو مشا كوس في إذن بحال عندي إكس أم كوس في كتساوي إكس أم كوس في إذن كوس في تساوي إكس إن على إكس إن تساوي واحد، إذا شكون هي الزاوية اللي عندها الكوز ده اللي يساوي واحد بطبيعة الحال هي صفر، إذا في تساوي صفر بكل بساطة، السؤال رقم زوج وحسب قيمة أو بي أو أن طاقة الوضع المرن للمتذبذب عند لحظة تي إن تساوي زيرو فرجل سانك، كتكون العلاقة ديالنا الآن أو بي شنو كتساوي؟ أو بي هما باو إنرجي بوتونسيال إللاستيك في اللحظة أن. كتساوي واحد على زوج ك نقوله اكس 1 او x اكس ان, إكس آن بلس المرجع المرجع كتساوي صفر هنا نأخذ موضع عند التوازن يعني اكس توازن مرجع اذا هذا دائما كيعني تساوي صفر اذا الان فقط خصنا نحسبو صافي اذا تساوي واحد على زوج واحد على زوج القيمة ديال ك راني سجلتها هنايا يعني. اذا ك تساوي خمسة كتسالي زوج مضروبة خمسة وتلاتين مضروبة في إكس أر إذا غادي نمشيو للحظة تي كتساوي زيرو فيجي سانك إذا تي كتساوي زيرو فيجي سانك شحال عندنا إكس كتساوي ستة مباشرة إحدو راسنا من السنتيمتر ستة في عشرة أس ناقص زوج باش نردوها بالمتر أو كاري إذا غادي تعطينا لنا هادي تطبيق على هادي فقط صفر فاصلة صفر تلاتي وستين جول السؤال الأخير أحسب الشغل ديال إف قوة الارتداد عندما ينتقل مركز الكورسور من الموضع أ ديال الافصل إكس أ إكس أم إلى الموضع بي ديال الافصل إكس بي كتساوي مو إكس أم إلى العلاقة فقط تكون حافظ غير العلاقة الشغل ديال إف من أ لبي كيساوي واحد على زوج ك دائما كنبداو الافصل الأول إكس أ أو كاري ناقص إكس بي أو كاري دائما من البداية للنهاية تساوي واحد على زوج ك إذا في الأ شحال كان الأوفصول إكس أم اذا غادي نقولوا اكس ام او ناقص في النقطه ب شحال كان الافصول ناقص اكس ام اذا ناقص ناقص اكس ام او اذا ناقص اكس ام او كاري تولينا اكس ماكس او كاري اذا تولينا اكس ماكس كاري ناقص اكس ماكس كاري تساوي صفر جول اذا هكذا نكونوا كملنا هذا الامتحان اللي كان في المستوى اذا نتمنى منكم التشجيع بالاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب طبيعه الحال واتمنى لكم كامل التوفيق